بلادي، توحشتكم بزاف. انا بغيت ندير واحد الفيديو هذه لاول مره، لحقاش انا ما داكشي معزيز هذا، داكشي ديال الصداع. انا انسان تيبغي السكات والراحه، وواحد يعيش في السعاده والطمانينه. على ان اتصل بي المكلف بالاعمال ديالي مفيد من المغرب، من الرباط، واتصلوا بها واحد العدد كبير من السكان ديال المغاربه المهجرين في الديار بالخارج، خاصه الفرنسيه، كانوا فرحانين بانهم سمعوا الاغاني ديالي في ديك السلسله وديك البرامج اللي دارها الاستاذ حسن الفد كبور كلك شوز كم صار. بالفعل الناس فرحانين، ولكن انا ما فرحانش. علاش؟ لحقاش اولا ما اتصلوش بيا باش يطلبوا لي اوتوريزاسيون ديالي، ما غير ناضوا شدوا السي دي ديالي وداروه تما، وداروا به لا سيري ديالهم. زعما انا تفاجئت بزاف لحقاش الاستاذ حسن الفد اللي تنسمع عليه هو انسان سان غرون بروفيسيونيل، سي انسان اللي عنده موهبه كبيره وانسان محبوب، وداكشي ديالو تنبغيوه كاملين. ولكن علاش ما اتصلتوش بيا؟ لا هو لا الناس اللي مكلفين بلا برودكسيون ديال هاد السلسله هادي. دونك انا زعما بقى فيا الحال على الاقل، وداكشي ما كاين حتى مشكل، لحقاش حنا كلشي مغاربه وكلشي حنا فنانه، ما كاين حتى مشكل. اون بليس بقيت نعاود هادي، انا ماشي من داك النوع ديال الصداع، تنتسنى بانهم يتصلوا بيا هاد الناس هادو باش نهضروا ونعرفوا واش كاين، لحقاش داكشي كاين حقوق. وانا داك السيد هذاك ماشي غير درتو كدا، راه انا خسرت عليه انا فلوس بزاف، هما غادي يربحوا الفلوس، لحقاش دايشين خدامين هادشي. اون بليس دو تو سا ديك لا برودكسيون، زعما داك الخدمه تدير شي حاجه زوينه بروفيسيونيل. هو تنتمنى والله انهم يتصلوا بيا باش نقادوا هذا المشكل هذا. وتنقول لكم هاد الايامات الاخيره ديال رمضان تدخل عليكم بالصحه والسعاده والهناء، واطري بيانطو ان شاء الله، وشكرا.